شي والفسيرة غنية عن التعريف، راه تبارك الله الكارتون في العالم كامل زعما شي وات ديال فاس، سواء الملاحات ولا الحلويات ولا يعني بسطيلة وهذا. فاحنا كنحاولوا يعني في دارنا اننا نحافظوا على دوك الشهيوات، نكونوا ديما كنتفكروهم وكنديروهم. الحقيقه هما صعاب شويه، ما يمكنش ديرهم كل نهار، ولكن كاين حويجات دو باز اللي ولا بد ما كينطلق رمضان حتى كيكونوا بحال سلو، بحال الشبكيه اللي في مناطق اخرى كيقولوا لها المخرقه، بحال البريوات ديال النوا اللي هو اللوز، في مناطق اخرى كيقولوا له اللوز، حنا كنقولوا له النوا. كاين الحلوه ديال الكوز حتى هي، الحلوه ديال الزنجلان غريبه، خلاص غريبه البهله حتى هي معروفه بها بدين تفات، وغريبه ديال الكوك. هادشي اللي كنوجدوا صراحه في الدار باش كتكون الانطلاقه ديال رمضان زوينه. كيف كيشوفوا الناس اللي متبعيني في لي ريزو سوسيو، عزيز عليا لبس قفطنات وجليلبات، غير هو ماشي دائما باسكو سي با براتيك بصراحه، سورتو في العمل ديالي انا، يعني انت عارفه راه كنتنقلوا بزاف ديما مسافرين، وعاود في لي تورناج راه يعني كنشتغلوا واحد العدد كبير ديال الساعات في النهار، دونك خصك تكون كونفورتابل. مي كنحاول صراحه فوق ما كتكون شي مناسبه ولا شي لقاء كنحاول نكون باللباس التقليدي، لان اللباس التقليدي كيبقى تراثنا وخصنا نحافظوا عليه، لا يستقوا واخدينه لينا عاوتاني.